السلام عليكم. هذا الطير ما شاء الله أليف، فيه أحيانا تردد بالخروج على اليد حتى يشوفه يجي يحاول إيش، يحاول مثلا يعض أو شيء، ففي تردد. طبعا ما يقبل مسحة على الجسم إلا يعني بطريقة راح أسوي لكم أو أوريكم كيف أنك تعود الطير أنه يمسح الجسم. شوف الحين، شوف فيه تردد الطير دائم، خليك جريء. شوف شلون ما يبي يطلع، خليك كذا، استمر دائم طلع على يدك كذا، اطلع. هذا الحين عرفنا طريقته. شوف ما يبي الحين، شوف يجاعر، استمر بدون توقف، غم على صدرك واستمر بدون توقف، استمر بدون توقف. استمر بدون توقف. شوف هو متضايق لكن انت ما تأذيه ولا شيء، بس اساس انه مش، شوف حتى ما يبي يمسك الراس، ما يبي. استمر معه، مو لازم تغطي الطير ولا ذا، بس استمر معه بهالشكل. استمر مع الطير، لا توقف هذا، لا توقف هذا. استمر معه بهالشكل، استمر معه. بعدين تعال هنا، اطلع. خلينا اطلع. ترى ما بردوا زين ظافر، والله ظافر توجع. اطلع. شوفوا الحين ما يبي، لكن عايش لازم انك تفرض عليه. لا كذا، بعضهم يقول كسر شخصيته، مو كسر شخصيته، هو يبي يحس بالامان انه هذا يتعامل مع الانسان هذا. شوفوا الحين صرت العب معه في منقاره. اطلع. انه تفرض تكسر شخصيته، هو اللي يكسرها لك، انت تصير خلاص يعتبرك مصدر امان بعد الله عنده. فتستمر بالطريقه هذه، تستمر عليه، تستمر معه بهالطريقه. ها تستمر ها. دون توقف. استمرار دون توقف باذن الله يتروض معك من احلى ما يكون. يقول راعيه حمامه مع ولدك، ها يقول مع ولده ما شاء الله. نرجع مره ثانيه، يلا اطلع. بهالشكل تستمر شوي 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 شوي، خلاص يبدا ياخذ عليك الطير. شوف الحين بدا يركض، بس